اللي قاعد ورا ده بقى محمود. ارفع ايدك يا محمود. محمود خطيب دينا القديم، كان خاطبها وقت ما كانت على علاقة بيوسف وقبل ما تتجوز الباشمهندس نجيب. اللي انا مستغرباه له قوي بقى يا جماعة ان محمود لسه لحد النهاردة بيشتغل سكرتير في شركة يوسف. ايه يوسف ده؟ ينفع كده؟ تطلق. ارتحتي كده؟ انبسطتي؟ لسه ما ارتحتش، بس هبسط. هبسط قوي لما كل الناس اللي هنا واللي بره والدنيا كلها تعرف حقيقتك القذرة. وهبسط كمان لما الشهود اللي انت جبتهم يشهدوا عليا زور يقولوا الحقيقة دلوقتي. أسماء غصبا عني هددني وقال لي برحلك برا مصر لو ما شهدت بالكلام ده في النيابة. سعيد أنا ما هقولك يا ست الكل. أنا كده اتبسطت قوي. أصلا أنا قلتها له قبل كده يا جماعة هو ما صدقنيش. قلت لك قبل كده ربنا يكفيك شر البت اللي تكره بعد ما تحب.